هاي لزامي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما شفتوا في العنوان اول مره فلاشين ديالي، غادي ندير بحال هاد لا فيديو حتى كيف ما كتعرفوا قربت نكمل 100K. ان شاء الله نكملها الشهر الجاي ولا هاد الشهر ان شاء الله يا ربي مكرانيش. بارطاجيو لاشين ديالي مع اصحابكم ولا فيديو ديالي مع اصحابكم. لزامي قربت نكمل 100K، وبما اننا قربت 100K اكتشفت فلاشين ديالي. دابا انا كنحسب الفلول ان اغلبيه الناس اللي عندي هنا، اللي عندي فلاشين ديالي عند صاحبتي خوله، الاغلبيه ديال الناس اللي كيتفرجوا فيه جايين عند صاحبتي خوله. ولكن فاش بقيت نقرا لي كومونتير شفت بلي اول مره شي بلاتي يتفرجوا فيا وعمرهم ما شافوني، وقلت ضروري ندير لكم هذا الفيديو باش حتى كتعرفوا عليا اكثر. وفي هذا الفيديو قلت لكم في الانستغرام سولوني اسئله اللي بغيتو. صراحه لقيت بزاف ديال الاسئله ولكن ما قريتهمش، هما عندي هنايا ما قريتهمش، بقيت غير كنصور نصور وبغيت نقراهم، بغيت نقراهم معاكم باش يكون داك الشيء عفوي وما نكونش عطيو اي فوا كتقراي السؤال كتكون عندك الجواب ليه. ما بغيتش نقراهم نهائيا، باش فاش نقراهم نقراهم معاكم ويكون الجواب عفوي. وانا اكثر حاجه مركزه عليها في هذا الفيديو هي انني نقول الصراحه، ما غادي نكذب عليكم في شي سؤال، كذب شي سؤال نقطع في المونتاج لا ما غاديش نكذب عليكم. قبل ما نبدا لا فيديو ديالي بغيت نوريكم واحد الكادو لي زامي، وصلني من عند واحد البنت تعرفت عليها في لابليكاسيون هلامي. شوفوا لي زامي، شوفوا هاد الطالون شحال كيحمقوا، صراحه وصلوني شي سيمانه دابا. نتوما عارفين انا ما كنقدرش نصبر، ضروري خاصني نحل الحاجه ديك الساعه. شوفوا هاد الطالون شحال زوينين، بغيت نقول لها ميرسي ميرسي بزاف، انا ضروري نصيفط لها شي كادو. كيف كتعرفوا لي زامي لابليكاسيون هلامي هي واحد لابليكاسيون ديال التعارف، فيها اكثر من مليون شخص اللي موثوقوا وفابور، الحاجه اللي ميزه على بزاف ديال لي زابليكاسيون بحال ازاغ بحال تيندر. وفي هاد لابليكاسيون كتقدروا تعرفوا على الناس اللي كيكونوا عندهم نفس الاهتمامات ديالكم. انا غادي نخلي لكم التصويره ديال لابليكاسيون هنايا. كيف ما قلت لكم لي زامي، في هاد لابليكاسيون كتعرفوا على الناس اللي كيكونوا عندكم نفس الاهتمامات. بحالي انا كنهتم بالفاشن، داكشي علاش اختاريت الفاشن، تعرفت على هاد البنت اللي هي عندها نفس الاهتمامات بحالي، داكشي علاش صيفطات لي هاد الطالون زوينين. وحتى نتوما تقدروا تختاروا الحاجه اللي عجباتكم بحال سبور، فيها بزاف ديال الحوايج. انا غادي ندير لكم واحد ريكورد هنايا باش تفهموا اكثر. تقدروا تشارجوها من الاب ستور ولا البلاي ستور، كيف ما قلت لكم راه ابليكاسيون موثوقه، والدليل على هذا الشيء هي انها كتطلب منكم واحد المطابقه صوتيه كيف ما شفتوا في الريكورد. غادي نخلي لكم اللينك ديال لابليكاسيون في الديسكريبسيون، انستاليوها لي زامي وتعرفوا نتوما على اصحاب جداد وبارطاجيو دي كادو مع بعضياتكم. قبل نرجعوا للموضوع ديالنا، دابا غادي نبداو بلا كيستيون. قبل ما نقرا هاد لي كيستيون انا زعما غادي نعرفكم عليا، غادي نجاوبكم على لي كيستيون اللي عارفهم انا، غادي تعاودوا بزاف. المهم انا سميتي بحال غادي ندوش اونتريتي سميتي سلمى فاضل، عندي 20 عام، كملت 20 عام في شهر 10 اللي فات، نهار 20 شهر 10 كملت 20 عام. وفيا في الطول 1.70 وفيا 62 كيلو وقيله ولا ما عرفتش 61. المهم انا ضعافي ترى، نعرف راسي ضعافيت. ودابا غادي نبداو فهاد الاسئله ديالكم اللي هنايا هما اللي خالعيني بسم الله توكلنا على الله. بعدا انا والله جا نقول لكم الصراحه، الهدف ديالي في هذا الفيديو هو انني نقول الصراحه. كتزربي بزاف في الهضره، شوفي دابا هذيك لا زوينه واش كتبان ليا. واخا اختي وهيبه، واخا اختي وهيبه قولي لي الكونت ديالك باش نبلوكيك الله يرحم بها الوالدين، باش ما بقايش تسمعي هضرتي اصلا. شنو هي الريحه المفضله عندك؟ انا الريحه المفضله عندي كتعجبني انا الابيض، انا الابيض كنحمق عليها. المهم دابا حاليا هي الريحه المفضله عندي. كيفاش بديتي يوتيوب؟ ها المعقول، الاسئله ديال المعقول ديال اسم الريحه كتعجبك. كيفاش بديت اليوتيوب؟ صراحه الفكره ديال اليوتيوب ما عمرها ما كانت عندي في راسي، ما كانتش ديالي نهائيا. كنت كنقرا في السيزيام انا عادي، انايا بطبعي كنت واحد البنت كنضحك كنلعب كنخلق اجواء، فين ما احتاجوني نخلق لكم جو، نبقى نضحك كنضحك صحابي كنلعب معاهم كنخلق لهم جو، فهمتوا انا بحال هكا دايره. في سيزيام انا كانت جات قرات معايا خوله صاحبتي في المدرسه، خوله صاحبتي تخيلوا انا يوتيوب ما كانش عندي معاه نهائيا. شو دابا تسولون تقول لي ما كنتفرجش في يوتيوب، انا واحد الاسره ما كنتفرجش في يوتيوب، تخيلوا والله ما كنتفرج فيه قسما بالله ما كنتفرجش في يوتيوب. كتعطيني اسماء ديال شي يوتيوبر ما كنعرفهمش، واخا زعما انا يوتيوبر ولكن ما كنعرفهمش. قلت لكم جات خوله صاحبتي، خوله صاحبتي كانت كتفرج في يوتيوب بزاف، كانت كتموت على يوتيوب. جات مابقاش كتشوفني انايا زعما هكا كيفاش كنخلق جو، كيفاش تفاهمت انا وياها وبجوجنا كنخلقوا واحد الجو زوين وبجوجنا كنعطيو واحد لانيرجي زوينه. صافي تحط لي هاد الفكره في بالي، قالت لي شنو بالك نديرو يوتيوب. انا قلت لها يوتيوب لا ويلي ما نديرش يوتيوب، وانا ما ندير داك الشيء. ما كانش عندي زعما ما كانش عندي شي علاقه خايبه مع لي غازو سوسيو، كان عندي انستغرام ديري دره بيبليك كل حفيقات تصاور في المدرسه وداك الشيء، ولكن عمرني ما طاحت لي هاد الفكره في راسي. صافي واحد النهار قلت لي اجي نصورو فيديو، غنصورو. صورنا داك الفيديو
بقى نعقل ديال نخلطوا الماكله ونجربوهم. ويلو ديك الفيديو شحال كان صعيب، كان صعيب، كان صعيب على زعما المقدمه شحال عاودناها من مره. وسلام لي زعما شحال كتخرج صعيب، ومش قدروش تخيلوا، مش قدروش تخيلوا شحال كيخرج داكشي صعيب. ايوا صافي. وكانت هذيك البدايه، في الاول ما كان كيعرف حتى شي واحد نهائيا، ما كان كيعرف حتى شي واحد، حتى شي واحد. جي بشويه واحد النهار حنا نديروا واحد تشالنج ديال تاكوس، انا وخوله وفاتي صاحبتي، وداك التشالنج كان طلع بزاف. المهم كان طلع بالنسبه لنا حنايا راه بزاف، حيت عمرنا ما وصلنا، كنا كنوصلوا لديك 49 فيو ورا شي حاجه واعره. كان طلع وصل لشي 50,000. فرحنا والناس عجبهم الكونتوني وعجبهم حنايا ثلاثه ديال البنات صحابات، وصافي. وبقينا كنبارطاجيو معاهم غير هذوك اللحظات اللي كنعيشو مع بعضياتنا. كان كيجي داك الشيء عفوي، وكان الناس كيعجبهم، وحنا حتى حنا عجبنا داك الشيء الصراحه. وصافي كانت هذه هي البدايه. دابا غادي ندوزو السؤال الاخر. انا فيه الهضره بزاف قفرتوها. كيعجبك البرد ولا الصهد؟ انا واحد الانسان كيعجبني البرد، انا كيعجبني البرد، كيعجبني فصل الشتاء. واش عمرك دخلتي شي حد لحياتك وندمتي حتى دخلتي وما عرفتيش كيفاش تخرجيه؟ صراحه لا 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 لا. انا فاش كيدخل شي انسان لحياتي اولا ما كندمش، بالعكس. انا بالنسبه لي الحياه تجارب، اي انسان كيدخل لحياتي سواء كيدير لي شي حاجه زوينه، سواء كيدير لي شي حاجه خايبه، كنتعلم منه، كنتعلم منه. كتبقى عندي واحد كيفاش نقول لكم، كتبقى عندي واحد اكسبيريونس مع داك الانسان، انه هو جا انسان اخر. حيت الدنيا فيها ناس زوينين وفيها ناس الخايبين، كيف ما غتعرفي الناس زوينين كيف ما غتعرفي الناس الخايبين. دونك خاصك ضروري دوزي من هاد الاكسبيريونس باش كتكوني عارفه كيفاش تتعاملي مع الناس. صافي فاش كنبغي نخرج شي واحد كنسد عليه ما يبقاش يدوي معايا. يا اختي كاين برد بزاف. كاين البرد بزاف. فاش كتقراي اشنو كتقراي؟ هذا السؤال اللي بزاف منكم دارهم هذا السؤال فراسهم. انا غادي نقول على هذا السؤال، عمرني ما جاوبتكم عليه، ماشي عمرني ما جاوبتكم عليه، مي عمرني ما عطيتكم لي ديتاي ديال هذا السؤال. انا نجاوبكم عليه وغادي نجاوب عليه مره واحده، ما غاديش نعاود نجاوب عليه على زاني. بالنسبه للقرايه، شديت الباك في 2020. العام الاول درت لافاك، انا في الباك كنت بيسي. العام الاول درت لافاك، درت بيسي. فاش درت بيسي جاتني صعيبه بزاف، ما نكذبش عليكم جاتني صعيبه. عاد كنا كنقراو، نتوما عارفين مع كورونا وداك الشيء، حنا كنا كنقراو بريزونسييل، ما كناش كنقراو ا ديسطونس نهائيا، كنا كنقراو بريزونسييل. شي حاجه كندوزو بريزونسييل، وداك الشيء كان صعيب على زامي. وصافي ما قدتش عليها على زامي، وضاع لي العام الاول. العام الاول ضاع لي في لافاك ديال لافاك ديال سيونس. العام الثاني درت ايكونومي. صافي هو العام اللي فات فاليديت، ما فاليديتش كلشي، ولكن فاليديت دازت العام الثاني. فاش قريت العام الاول في لافاك، انا جينيراسي داكشي اللي كنقرا ما كيعجبنيش، وما غاديش يوصلني داكشي اللي انا باغا نكون فيه. قريت فاليديت شي حوايج على قبل الوالدين، راكم عارفين. العام الثاني باقا في لافاك، ولكن مابقاش كنقرا في لافاك، كنمشي ندوز للزكزام، ما كنمشيش ندوزهم كاملين، باقي الباكتيري نحط في لافاك. دابا حاليا كنقرا الماركتينغ ديجيتال، الحاجه اللي انا عاجباني، لي كوميرس اللي كنشوفو هو المستقبل. وكنقرا لونغلي، كنقرا لا لونغ لونغلي، حيت انا واحد ما عنديش مع لا لونغ لونغلي. ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم انا كنهضر بلونغلي مزيان، كنهضر لكم على ديك لونغلي ديال السو. جايز جود مورنينغ، ام هابي، ام سو هابي. كنهضر لكم على هاد لونغلي، كنهضر لكم على لونغلي ديال بصح. حيت انا واحد البنت ما عنديش مع لونغلي بزاف، كنت فيما كنقرا عند شي بروف سواء في الكوليج سواء في الليستيك، كانوا كيطرو لي مع المشاكل. صافي وقررت انني غنقرا لونغلي وغنقرا الماركتينغ ديجيتال، وميم طون باقا في لافاك. دابا الحمد لله كنقرا لونغلي في بريتيش، وكنقرا الماركتينغ ديجيتال في واحد السونتر، وانا غادي الحمد لله على زعمي. دابا ندوزو لسؤال اخر. واش خدامه حاليا؟ انا فهاد لار الحمد لله ولات واحد الانسانه، على الاقل انني قاده براسي، على الاقل انني قاده براسي. بقى ما وصلتش داك النيفو ديال انني نعاون دارنا ولا شي حاجه، انا كنقدر نعاون بشي حاجه قليله لزامي، ولكن الحمد لله في لاج ديال 20 عام كنقول الحمد لله من هنا لقدام غادي يكون خير ان شاء الله. فاش خدامه؟ كيف ما كتعرفوا انايا كندير يوتيوب، يوتيوب فيه الخلاص، ماشي واحد المونطون كبير باش ما نكذبش عليكم، ما كيكونش فيه شي فلوس بزاف. عاد كندير لي كولابوراسيون في انستغرام، كنتخلص عليهم، ماشي شي مبالغ اللي كبرتي معايا، غير شي حاجه قليله باش تقدر تعاوني راسك وتشري داكشي اللي خاصك. وحتى بالنسبه للحوايج ما كنشريش الحوايج بزاف، حيت كندير لي كولابوراسيون، كنقدر ناخذ الحوايج فابور من لي سيت وصافي. راه كنقدر نخلص لي سونتر اللي كنقرا فيهم، كيعاونني خويا، كيعاونني بابا شويه، حيت باقا ما وصلتش داك النيفو النيفو. او صافي راه هادشي اللي كندير، هادي خدمتي. الحمد لله من القدام الانسان راه كيديفلوبي راسو. شنو هو المستوى الدراسي ديالك؟ باك بلس 3. باك بلس 3 زون ديال التشاميره. واش ساكنه في الدار البيضاء؟ اختي ساكنه في الدار البيضاء. فين كتسكني بالضبط؟ هنا عرفتك في كازا، ولكن فين بالضبط؟ انت اي لوف يو. المهم
ممكن تكون في كازا صافي. ليش كتسول على فين بالضبط؟ ليش فين بالضبط؟ قلت لها كتبان حوله فايت ليك. حسيتي بالغيره من جهه صاحبتك الا كانت مع شي وحده اخرى؟ سينو سيفو بلي جاوبيني. الصراحه كنحس بالغيره شويه ولكن شوفوا بيني وانا وخولوفاتي والله بحال خواتات والله. بالعكس 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 اي حاجه كنت بحال اش كتكوني مع خواتاتك في الدار ما غاديش تحسي بالغيره من بعضياتكم. شون باغ كونطخ مع البراني كتبقى فيك الحال كتكوني علاش تعاملتي معاه كانت متعطيه درني اش انا بغيت انا عادي. هضره الصحبه الصحبه ديال بصح كتكون بحال هكا لي زان. واش انتي زوينه ويلي فن بعض كيف تقولي فيا قلت لكم السؤال ديال فاش كتقري بقى كيتعاود بزاف حيت الصراحه ما كنتش كنجاوب عليه في الانستغرام. الواليد ديالك فاش خدام؟ دابا انا قلت لكم عليا علاش كتسولي اختي على الواليد ديالي؟ قلت لك سوليني انا اش قربك للواليد ديالي؟ الاصل ديالك منين؟ عندي واحد الاصل معقد والله اش نشرح لكم الاصل ديالي بالله. دابا انا بابا زايد في الجزائر ياكو. فاش جا الاحتلال الفرنسي للجزائر كي اللي دخل لفرنسا كي دخل المغرب فاش داروا الحدود الاب ديالي والعائله ديالو دخلوا للمغرب مشاوش لفرنسا. حنايا بدا وين نديرو فرنسا حنا جلسنا في المغرب دخلوا للمغرب وصافي وتبدروا الوراق لا خلوق لا داكشي داكشي ديال الحاله المدنيه كامله مابقاش على زامي. فاش دخلوا للمغرب سكنوا في الريف في الناظور وداروا حاله مدنيه جداد وخلق جديد وداكشي كامل كان على الناظور. دونك انا كنتحسب واحد البنت ريفيه ما عرفتش فهمتوا هادشي اللي فهمتوش. واخا انا ريفيه انا حيت كانوا عايشه في كازا دونك انا كنقول على راسي ريفيه كازاويه ريفيه الاصل ولكن الاصل ديالي انايا كازاويه ريفيه الاصل ديال بابا ولكن الاصل ديالي انا كازاويه. حتى انا واحد البنت كازاويه كبرت في كازا كبرت في المدينه القديمه دونك كنقول على راسي كازاويه بامتياز. واش فايت ليك سرقتي لماماك فلوس؟ واحد النهار ماما حصلت عطاتني قصه ديال العصر فاش كنت باقا صغيره. واش فايت ليك دخلتي شي غولاسيون؟ علاش كتسولي هاد السؤال؟ الصراحه دخلت واحد المره واحد غولاسيون وي دجا ماما كتفرج تكتب عليا صافي كنضحك معاكم. فايت ليك فطرتي رمضان بلا كذوب بلا ما يكونوا فيك هادوك ولا ولا متحشميش. عرفت لكم واحد النهار واحد القصه كان اول عام غادي نبلغ كنت بلغت على 13 عام وانا واخا كنت 13 عام كنت باقا صغيره ايوا وكان اول عام غادي نبلغ واول عام غادي نصوم. انا فاش ما كنتش بالغه قبل ما نبلغ واخا كان كيقول لي صومي دير اجر داك الشيء ما كنتش كنصوم كنقول لهم انا راسي ما كنمشي ناكل كنصوم نص النهار. صافي فاش صمت اول عام جاني صعيب بزاف ماشي جاني صعيب بزاف ولكن صمتو. واحد النهار ماما كانت غادا خارجه هي اختي قلت لها ديني معايا قالت لي ما ندكش معايا بقيت كنبكي ديني معاك قالت لي ما ندكش معايا تجلسي في الدار. صافي انا شدت الفقصه وديك الفقصه اللي شداتني شنو مشيت درت مشيت شديت الكاشر والفرماج كنقطع طرف ديال الكاشر كنرفق منه فرماجه كنقطع طرف ديال الكاشر كنرفق منه فوق بغيت نضيع عليهم التقاديه وبغيت زعما انا افترض زعما ما عرفتش كيفاش تبي زعما راه ملي غيتفقص الوغ كنت مشاقه في راسي ايوا صافي فاش جلست كناكل داخل خويا داخل بابا وجالسه كنهضر قدامهم كناكل وينقز بابا قال لها ما كتصومش قلت لي اش كتاكلي قلت لي حيت ما ديتينيش معاك. واش تني بابا عطاني واحد الصلخه ديال العصا زامي واحد الصلخه عطاني عطاني ماما واحد الصلخه صافي عمرني ما عاودت. والسؤال التالي كيقول فاش كتشوفي راسك 2023؟ 2000 حنا في 2022 حنا في 2023 باش نشوف راسك شحال ما تنشوفهاش من عام حنايا بالله ايه حنا 2023 وخشي عليا انا بالي كبت لك ما عرفت اختي شي حاجه على غفله مرحبا بها دخلت لي الشك فاش قالت لي فاش كتشوفي راسك. شنو هما النقاط نتاعك في حياتك؟ نقاط اهداف اهداف زعما ديري في الحياه راكم اهداف ديري في الحياه الهدف ديالي في الحياة هي ان شاء الله نولي واحد البيزنس وومن وتكون عندي الطوموبيله ديالي واحد الطوموبيله زوينه فينا وتكون عندي واحد الدار ديالي هي دار زوينه فينا ونكون واحد الانسانه فرحانين بها والديها ونفرح والديا حتى هما وما كرهش نضربها بشي عمره الصراحه ولا حججه انا والديا ان شاء الله غنديرها في راسكم. هذا هدف كبير عندي هدف كبير قسما بالله غادي اجي واحد النهار وغادي نديرو غادي نديرو غادي نديرو ماشي متاكده
انا اللي غادي نديرو ان شاء الله غادي ندير. شنو هي احسن حاجه درتي في حياتك كامله؟ اي كنحمق عليك. احسن حاجه درت في حياتي كامله انني درت يوتيوب، انني عندي متابعين بحالكم، انني كنهضر معاكم وكنتحتت معاكم. احسن حاجه درت اقسم بالله انا فرحانه بها. فلوس الاشهارات اللي كديري كيكفيو كنتي بوحديتك تصرفي على راسك بيهم. اه كيكفيوني الصراحه. وش مرات كندور مع ماما، كندور مع اخوي الصغير، كنجيب تقاديه شي مرات فلوس شيطان. علاش ما كتفكريش تمشي تجي تقري على برا؟ نقول لكم واحد الحاجه، انا ما عنديش زعما ماشي ما عنديش هدف ولا رغبه نمشي نقرا على برا، وما عنديش رغبه نخوي المغرب. زعما انا كنقول نقدر نمشي ندور نتسارى، ما كاينش نتسارى العالم، ولكن نعيش في شي بلاصه من غير المغرب لا 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 لا. هاد الفكره ما عنديش في راسي، عمرها ما كانتش عندي في راسي. في راسكم عمرك كانت عندك الفكره في راسك؟ كنقول نمشي نتسارى ندور نبقى ندور على العالم كامل، ولكن نكون مستقر شي بلاصه من غير المغرب لا. ديجا انت وخوال دابزتو شي مدابزه خايبه؟ لا لا، يمكن دابزو شي مدابزه خايبه من ضربات. الا كنا كنضربو كنتصالحو في نهارنا وصافي، غير كنتقلقو صافي. واش دابا كتصوري بايفون 12 برو ماكس ولا اكس ار؟ شفتو هذا راه 12 برو ماشي ماكس، غير 12 برو. صراحه اكس ار احسن منه ياكم. شكون راه بقى فيه تليفوني؟ صافي لي زامي، الفيديو جا طويل بزاف 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 بلا ما نطول عليكم. الا بغيتو نديرو بارتو منا لواحد الشهرين ان شاء الله ولا 3 شهور باش يدخلوا عندي ناس جداد، نديرو بارتو ونديرو اسئله اخرين. جيسبر يكون عجبكم لا فيديو، بارطاجيو مع صحابكم، وجيسبر يكون قربتكم مني واحد شويه. وصافي هادشي اللي كاين، وموح عليكم، باي باي عليكم.